بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتتبعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش تكون البركة في مجلسنا هذا ويسهل الفهم، نفهمه مليح مليح مليح، لازم نصليو على الرسول، عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله إلى يوم الدين. نتمنى الفيديو تاع اليوم تلقاكم بخير وعافية وصحة جيدة، وتلقاكم في الدار نتوما واللي عزاز عليكم. ادعيوا معايا ربي سبحانه يرفع عنا هذا الوباء ونعاودوا نتلاقاو جميعا لا فاقدين ولا مفقودين. اذا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله كما وعدتكم راح يكون على سيكونس نمبر 4 للسنه الثانيه متوسط، اللي العنوان تاعها مي اند ماي ترافلز، انا واسفاري. رايحين في الفيديو تاع اليوم نشوفوا اهم المصطلحات يعني فوكابولري، ورايحه نقول لكم ثاني اهم الدروس اللي رايحين نشوفوهم مع بعض بيان سيغ باذن الله تعالى لطوله العمر. رايحه نكون معاكم في هذا الدروس ونشرحوهم درس بدرس باذن الله. اذا نبداو سيكونس 4 فوكابولري، اهم المصطلحات. اهم الكلمات اللي رايحين نشوفوهم طبعا مادام راح يتحدث على انا واسفاري هي كلمه السفر. سو سافر يسافرون، قولوا I travel، you travel، أنت تسافر، يسمك فعل السفر هو travel. كان بزاف تلاميذ يقولوا لي to travel يحسبوه مساكن لو فيرب travailler في الفرنسي، إبا نو حذاري، أوكي؟ so to travel سي با travailler، سي فعل السفر voyager. الأسفار هي travels، travels. السينونيم تاعها ممكن يطيح لكم في السوجي هو journey or a trip. Okay, so travels, journeys and trips. مادام هذا جمع نروحو نديروهم كامل في الجمع. Okay, travels, journeys and trips اللي هي الرحلات الأسفار. نزيدو، مادام رايحين نسافرو لازم لنا مكان نباتو فيه اللي هو الفندق. So the hotel, hotel, hotels. شفاو بلي في لونجلي الاس دو بلوريال نقراه hotels. Restaurants, restaurants، المطاعم. Museums, museums، اللي هي المتاحف، جمع متحف. Monuments, monuments، المعالم الأثرية، لي مونيمون، كيما مقام الشهيد، كيما أوكي، كل بلاد رايحين نشوفو شوية، كل بلاد معلم من المعالم نتاعو اللي يعرف بها. المواقع الأثرية ولا الموقع التاريخي نقولو historic site، والجمع هو historic sites. اوكي زيد عندنا ثاني a travel brochure، هذه نحتاجوها كي نكونوا نسافروا. وشنو هي؟ هي مطويه فيها المعلومات، وكي نحبوا عندنا المطويه ونحبوا نروحوا من ومن نروحوا للاماكن المهمه طبعا، اماكن مهمه واسمها amenities. هذه شفناها في sequence number 2 في giving directions. اوكي سو amenities، الاماكن المهمه اللي هي لي زوتيل و هوتيلز ريستورانتس ميوزيومز مونيمنتس اكسيتيرا. المخيمات، اماكن التخييم اللي نقدروا نخيموا فيهم هي كامبين سايتس، هذه ما نقراهاش سيت نقراها سايتس. اوكي سو كامبين سايتس. اوت دور اكتيفيتيز هي النشاطات اللي نقدر نديرها في الهواء الطلق، رايحين نشوفوهم مع بعض شويه رياضات هكا تاع رياضه الجبال والغابات اكسيتيرا، الصيد في ليلاك البحيرات الى اخره، هذاك درس وحده راح نشوفوه مع بعض. اهم الدروس اللي راح نشوفوهم في لاغرامير سو جراما ليسنز هما ذا فيوتشر تنس اند ذا باست سيمبل تنس. ذا باست سيمبل تنس راهو الفيديو واجد اللي حبي يبدا من ذاك يصرف الافعال يدرب ويديرهم في النيجاتيف فورم، ادخلوا تلقاو ذا باست سيمبل تنس، ادخلوا في قائمه التشغيل واسمها قواعد اللغه الانجليزيه تصيبوها في القناه. اوكي سو هذا الدرس راهو واجد بالتمارين وكامل. اذا هذو هما اهم المفردات المصطلحات. برك علاش هنا تقولوا لي تيتشر علاش كي دايره رقم واحد؟ علاش؟ لانه سيكونس نمبر 4 كانها مقسومه على اثنين، راحين نشوفوا الاسفار وكاع، ومن بعد عندنا كي شغل درس ولا زوج على الطقس، هذاك راحين ندير لكم فيديو وحده تاع المصطلحات الخاصه بالطقس، ونديروا نشره جويه كي شغل جزء اخر، هذاك نخلوه وحده. حبيت برك نمد لكم نصيحه على هذا الاوراق، هذو اللي يجوا هكذا، هذو ما دائما تلاميذي الاعزاء ننصحكم يكون عندكم كما نلقاو عندي عندهم. علاش؟ مثلا انا درنا الدرس تاعنا اوكي، ومن بعد تفكرنا حاجه
ولا حاجه انت فهمتها وحبيت تخليها في الكراس، ما نروحوش نخربشو هنا ولا نديرو فليشه ونكتبو غير صغير، لا لا، نحكمو هذه نكتبوها مثلا ومن بعد نحيها ونلصقها هنا فوق النقطه هذيك، تولي لي من بعد هوب عندي الدرس تاعي وعندي باغ اكزومبل واجب رقم. بون هذه نديرها بالمقلوب نورمالمون، نديرها هكذا شوفوا كيفاش تلصق ونكتب هنا. اوكي فوالا، هذه نصيحة مليح ديروهم بالغاز ديروهم بالبلو، كاين بليزيوغ كولور، كاين نجوم كاين قلوب، كل واحد واش يساعدو. يبقاو لكم الملاحظات تسحقوها في أشكال تاع الرياضيات في التاريخ والجغرافيا، هذه غير ملاحظة برك. نتمنى نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، نلقاكم في الدار، ما تخرجوش، تهلاو في روحكم وفي والديكم and goodbye.